والله الساعة كم؟ أحط إيدك على الساعة كم؟ طالع الساعة كم؟ ولين الحين أبو ياسين؟ وعلي عنك وعلي عنك يا فدوى ما تشوفين شر. بسم الله عليك الرحمن الرحيم يا رب حتى ضعفتي. يا ربي يا هو عذاب. زيارك مسكين سمعتوا بلوى الغافلين؟ هذا ابوي بلوى الغافلين اللي يرمسون عنه. والله يا ابوكم يا ان بلوى الغافلين توبة ان عدت لأكونن من الضالين. استغفر الله العظيم. والله عذاب. انا ابو هاي فيزير ابو حزم صباح الله خير. حش لا حول قوة الا بالله والمخرج الا كات وما ادري شو عثرتنا. هاي يوم يقول اول شيء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي يوم يقول لك طايح طيحه حمالي. هذا انا مخلصين من عندهم وين التصوير امس اليوم الفجر. الفجر تقريبا الساعه ما يقارب الساعه 6 الصبح. انا خلص 6 الصبح. ترى يا ابوكم سالفه التصوير هذا يوم بيسوون فيلم لو تمثيلي ولا شيء هذا ترى شيء وايد كبير ما بشيء بسيط. نحن نتحرى التصوير دقيقتين ساعة ساعتين 5 ساعات علشان ينتج من الفيلم 10 دقائق أو 5 دقائق 40 آدمي يشتغلون 20 ساعة في يوم كامل متواصل. لا إله إلا الله شيء يعني متعب زيادة على اللزوم ما بشيء بسيط. شيء يعني يخلي الآدمي مرة يدقدق بكبره. لا ما الله من يلومهم هل بال هاي الهل بال اللي يصورون اللي يمثلون اللي يسوون الامور هذه يعني نحن نتحرى شيء هين. لا والله متعب ومتعب متعب زياده على اللزوم متعب زياده على اللزوم. لكن يوم تجي بتقط هالشيء جاي انك للبيت هذا يخوز حتى التعب عنك. شكرا لبنتنا العزيزه امل الهاشمي حبلتي على عمرك وشكرا جزيلا على هالشيء. انا ما تعهد هني صياني لكن انتي ابوكم طاوله هالنمونه بزمها وعراها ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا على الذوق الرفيع الجميل اللي اخذ العقل. شكرا جزيلا. وين وين شو تغديت؟ الحمد لله. ها خلاص ها كامل. نعم بابا ما شاء الله عليك يا شامبي. ها شامبيب ويحمهن حم الاسمنات ما خلى فيهن. قلنا لابوي هو زاهب اي شيء فيه تقطيع زاهب ما شاء الله. متى خلاص هذا كله؟ هذا خلاص بعد هذا كله خلاص ما شاء الله. اعطينا كل كلات الدواء ما شاء الله. امس عصر هي الساعه 3 انا رو سيدا اعطي 4 درام واحد كيس 4 درام كامل اعطي نخر رشيت اشوف رشيت هذا الدواء مال اسود هي 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 هيومك أسد يوم الخصد شو اسمه؟ يوم الخصد شو؟ يوم الخصد شو؟ يوم الحسد؟ هيومك أسد يوم الحسد؟ إيه ما شاء الله عليك رقم واحد يا شامبي. شكرا بوي. شو ما شاء الله حين الهمبة ابتدى عاد يغل الورق الجديد مال السنة حين هذا مال ظهور القيط ودخول شوية البراد. اي نعم تو بعد عاد يغل الورق الجديد ان شاء الله ظني في المعبود خير ان رب العالمين ييسر الامور تعتدل يعتدل الوقت حين عاد ان شاء الله بيكون زراعه الفي فاي مثل ما خبرتكم بيهزم هذا عاضد كامل كل فيه فاي داخل يعني 3-4 خطوط انا اسوي فبيكون ان شاء الله يكون ان شاء الله شيء زين اذا الله رتاح. ترى عندها علم ما وقفت هالوقفة إلا شيء تبى دوارك. ايش عندك؟ كم إيت؟ يلا كم إيت؟ يوم كنت ولحت على صلاح أنت اليوم ما شفته صلاح. شفته صلاح أنت اليوم؟ إيه. يا صلاح؟ إيه ما شاء الله. هي. يا دكتور ما صلاح من الرياضة يجي اليوم؟ لا اليوم ما يجي. دوارك؟ يجي دكتور مال صلاح اليوم؟ اليوم لا. هي. ايه رات عماركم غذائي سمتم شوية وسلطة
واليوم احد في البيت مره ما حد الا انا روحي متخلي متخلي متخلي. سمعتوا اللي يقولك متخلي؟ هذا اللي يقولك انا متخلي. هاي سمعتك الله يحفظكم. اليوم ماشي وايد دخلين ونادي رقم واحد. يلا نمسع دخلها. شو اخبار؟ الحمد لله بابا. بيبي زين؟ الحمد لله. بلاد؟ الحمد لله. نمبر وين؟ كله نمبر وين. فرحان زعلان؟ لا الحمد لله زين كله الحمد لله كله فرحان. كله فرحان؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله عليك. زين متى يسافر بلاد؟ اي وقت انت تقول. بارك الله فيك. أيوة ما شاء الله. اي وقت تقول انا روح تقول اجلس انا اجلس بابا. هي الله الله الله. شامبيل في نمبر وين؟ زين من زمان ما سويت اغنية. سوي اغنية؟ هي عشو. لازم تفكر اغنية زين ويلا قول. في عندك 2 دقيقة اسوي فكر. زين؟ ان شاء الله. اغنية؟ جديد ولا اولي؟ اسم مالي انت يا؟ مالي اسم مالي انا؟ زين يلا قول. لاري 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 هو لاري 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 هو بابا هالي دا سلام كان بما يا وي زايرا ما كان لاري لاري लड़े हो लड़े 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 हो हमारा तेशी का सलाम का पमाया वही जायरा का बाबा हाले दा सलाम का पमाया वही जायरा का मशकूर यानी हादा सुई सलाम बाबा हाले अना रिदु आहे कामा बाद عندك إقامة؟ يعني هذا غني لا دايما إقامة أبوي الإمارات يغني حتى غني يسوى عليه سوي سلام يعني الشيخ مال إمارات يعني الشيخ سوي سلام شيخ سوي سلام على شيخ إمارات إمارات أنا أريد واحد إقامة يا الله بارك الله فيك غديتوا؟ إي نعم شو غدا اليوم؟ غدا اللحم لحم؟ صالونة؟ صالنا وخيش وخيش؟ زيد يلا شكرا يلا السلام عليكم. السلام عليكم. ابوي مبسوط ومخلص كل الشغل رش ابوي الزراعه وعطاها هيومك اسد ونظف المكان وقطع الشيء اليابس. شكرا ثانك يو فيري ماتش بارك الله فيك. انت نمبر 1 يا شامبي الله يخليك. انا اسف كل الاسف لمنو للجماعه اللي جايبين ابوي مشاريع ولا رمت ما وحالي حتى المتخنياي ما وحالي اني انا اجلس اصور مشاريعهم. انا ادعم المشاريع المميزه والمشاريع الزينه والشيء الزين. فلذلك ما وحالي ولا جايات هالمشاريع من متحينه مال الشيء المميز الشيء الزين من عطر من دخول من اكل من شرب من اي شيء منتج يكون يرد ترد ملكيته او خدمته للمواطنين والمواطنات. فلذلك ما وحالي ولا جايات من زمان جميع الاشياء وانا ما اللي اخبر عنه بس الشيء اللي يوز ويكون زين هو اللي انا اصوره واللي ما يوز اتعذر واقول حق راعي عدل في منتجك وزين هاي الصاله بغدي احسن اذا سويت هالنمونه 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 ورد يعدل ويرد ان شاء الله تتيسر الامور. الله يسلمكم. عندها اربعه انواع مثل الضبياني الميث دياب وبعد هناك واحد من غير وكلهن العود اللي هي تستعمله ما تستعمل صندل وتحط فيه عطورات. لا العود اللي هي تستعمل عود من النوعية الممتازة والعطورات اللي تحط في دخونها من العطورات اللي ما بتظهر ريحة صهوار ويبين شرات الوايرات أول ما تستعمل المدخن وتحط الدخون على المدخن ويغدي صهوار وايرات ولا تخوز ريحته. لا دخونها على ما خبرني البنيات يبطي في الثياب وريحته خنينه على هذا حتى انا اروح الحين ريحته وايد. شفتوا الدخول الاولي المقرص الاولي يرد شرات ريحه المقرص الاولي لكن هذا بعده روايه ريح منهن يختلف عن الثاني ريحته ودخنته بيضه على ما تشوفون. هذا دليل انه ما فيه صندل ما في صندل فقط ريح اللي هو العطر العربي وعود بكباره ومطحون
ومسواي بطريقه انه يعني يختلف كل واحد منهن يختلف ريحته العطريه عن الثاني، فلذاك عطرها مميز لهن مضربين. هاي بعد عندها بعد عطورات فنانه ريحته، هذا يقلب الى الرجالي وهذا يونيسكس ترو تسميه. اثنيناتهم بيني وبينكم يونيسكس وكلهن غاويات ريحتهم. الله يعطيها ويوفقها ويرزقها ان شاء الله محيث لا يحتسب تحتسب. اي شيء المواطن او المواطن او المبتدئ او المبتدئه تسوي شغلها ويكون طريقه التغليف وطريقه الباكينج واختراع واختيار المضرب او العلبه وطريقه طريقه كيفيه وضع المضرب داخل العلبه وتسكيرها وطريقه الفينيشينج مال العلبه، هذا روحه شيء يسوق، شيء يسوق للمنتج. فلذلك انا اتشجع واغني ياليل يوم انه يغني شيء محكم من جميع الاطراف، ما بلا العطر زين، عطر زين وانت يعني مثل عقد جيمت ملايين وحاطنا في درام كشره، ايش خانته؟ ما له خانه، اكيد ما له خانه، تحرون له خانه؟ ما له خانه. وراتب ليه في اللي في دخون هالبنيه هذه كلها عطورات جيده، وما بالعطورات اللي اول ما تحط الكسرة الدخون ولا في المدخن تغدي شرات الصهوار، ريحه خنينها كانت وما زالت الحين تروح انا ريحته وايد خنين وبارده، ما بالريح اللي تحشر تخليك تختنق، ها من متى وهو يفوح. ترى شيء من الدخون من تحطه دقيقتين بس وقف لدخنه. ليش هذا؟ لأنه سحال. هذا لا، العود لازم يتطابخ مثل ما تتطابخ كسرة العود صنفي، الدخون بعد يوم يكون خدوم بعود طيب لازم يتطابخ مكانه. قولون وين ساير أنا الحين؟ رشيد مسافر، رشيد مسافر، وهذا الله يسلمكم عناية. عناية السلام عليكم، كيف حالك؟ وين بنسير الحين؟ دبي. ايوه بارك الله فيك يا عناية. رشيد وين؟ رشيد روح بلاد. وعبد القادر وين؟ عبد القادر روح علينا مع مدام، وما حد ابوي الا حين عناية، وهو بيصير ابن دبي ان شاء الله. تفيزيرة ابو ابراهيم وياكم بيوت ترى، وهذه تدله في النصيفة، وحبت هاي تفيزيرة. بنخبركم عاد ليش سايرين دبي وايش الاجله وشو هناك، بنطري لكم بنخبركم عن كل الامور. انا ما شي ابوي عندي شيء ميود، قال اخطف بعد شو تريع. ما يود شيء، حمال سمعتوا اللي يقول حمال على سطح، هذا انا وهذا ابوي ميلس ميلس ميلسي هو الدرت وحيد ابوي اذا ترى الرحمن يا بيتي. اي لله يسر امورك. يلا وين الرقيد؟ ابي خالد دبي. خالد انا موجود، انت وين؟ موجود دبي. على دبي انا الحين ساير دبي ان شاء الله، برجع اليوم في الليل المغرب ان شاء الله. اليوم شيء نادي جيم بعد، نادي يا العالم هذه مشكله. هذه نوم انتم انت اليوم نوم وايد يا صالح، متى راقد انا اليوم؟ تحراني رقاد وادم يا خلي وين ما باليد حيلة حبيبي. ما عليه حبيبي، بتيني باكر؟ لا السبت بابا. باكر وين يا السبت؟ باكر الخميس صاحي انت؟ لا ما بزعل، يلا ترياك. السلام عليكم. ويدي السلام عليكم. يسأل عنك خطيبة صلاح. ويدي صلاح بعد ما غير رايه. لا مصر خاصة حين يوم ضعفتي عادة. لا مداني أنا يوم متين. لا يوم بيضعف بنفكر صلاح لازم تسوي دايت وتسوي رياضة، ما بتاكل خبز كل يوم إن شاء الله. إن شاء الله يا أبو محمد. صلاح شفت هاي خطيبك اللي في بانكوك؟ هي اللي قال عني الدب. خلاص الحين بدأ تبدأ تصير الباء الحين، هو الدب مرة عاد تصير الباء عنيها لا ما شاء الله عليك، منور الشاشة الساقين ما شاء الله عليك. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحفظك. منور كل سنة نتلاقى في معرض الساعات والمجوهرات إن شاء الله، كل سنة وكل حول إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. منور مجوهرات سالم الشعيبي، الله يبارك فيك. يا مرحبا يا مرحبا، الله يحفظك.
باي فطمة. باي باي. محمد العامري كيف حالك؟ الله يعافيك. كيف حالك؟ طيب. يا مرحبا. طيب. يا مرحبا بالمعرس. يا مرحبا ومسهلا. جايب أشوف جايب فريجك إيش عندك؟ لازم طول عمرك. ليش جايين؟ حضيرات العرس وها. عرسك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. وأنا مدعو. أول مدعوين خالدي. إنزين خلاص ترى شهدوا. انا اول مدعو في العرس شهر 3 ان شاء الله. ان شاء الله. انا الله راد ان شاء الله. وشيخ التوحينه بناخذ ان شاء الله. ان شاء الله. رد السلام على كل الله يسلمك يطول عمرك يا مرحبا. يا مرحبا. تقول انت حينه؟ انا شو قلت لك؟ شو قلت لك حينه؟ سرق مريش. لا انا شو قلت لك؟ قلت لي ايه؟ شو قلت لك؟ سرق مريش. لا سرق مريش. قلت لي شو رايك فيه؟ قلت لك سق مريج. بس انا شكلي كذا دانو وكذا من السق مريج خالص. ليه؟ شو يعني السق مريج؟ واحد قال لي مرض. لا يور او زبده حاجه تخص الزبده. لا السق مريج يعني عسل. عسل. هي انت اللي عسل. شفت انا يعني السق مريج كلمه وايد جميله. انا خليك لي. شكرا حبيبي. كيف حالك؟ تعيش. سلم 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 حبيبي عم خالد. هي والله كلي كبدي يا رجال. يبي يعرفك شو معنى كلمه سق مريج. هي بارك الله فيك. انا المحمص. هي بارك الله. هذا انت تبيع هذا سق مريج؟ هذا اعطيناه نكنيمه حينه. اعطينا نكنيمه وحاجه كذا شمال. طيب بس انا انا الشبي اللي محمص قهوه. ما شاء الله عليك. ما شاء الله عليك. شكرا جزيلا. مع السلامه. شكرا. وجه الخير والسعد. انا والله يسعد حظي. يا هلا فيك ومرحبا. صورت وياك وشفتك. انت ايقونه من ايقونات اعمال المميزه. الله يخليك. اي والله الله يخليك. انت معلم. الله يخليك. الميراني والجلالي. وانت والله العظيم والله ما امزح. والله يعني كلامك يثلج. نعم. القلب. نعم. وانا صادق عند ربي يعني انا ما جامل ما عندي واحد واثنين. الله يخليك. زينه وبنيه فنانه منصور. ادائك من اول ما عرفت معك في الساحات الفنيه. الله. وانت ما شاء الله قمه وروعه. تسلم. الله يسر امورك ويسخر لك الارض من عليه. الله يخليك. ويحفظ اللي ربوك يا ابوك. وناطرين. الله يخليك. تسلم. وناطرين ابداعك في عملك القادم. ان شاء الله ان شاء الله. انا ناطره الفيلم على نار. هذا بيكون ازمه ماليه. فيلم من اجمل ما يكون. موفق يا رب. دام انت فيه اكيد من اجمل ما يكون. تسلم. تسلم. لين تاريخ 15 سالم الشعيبي للمجوهرات موجود في معرض الشارج الدولي اللي هو للساعات والمجوهرات اللي في اكسبو موجود ابويا. لين تاريخ 15 من الساعة 12 الظهر لين نص الليل كل يوم. وبالاخص الحين عندكم ويكند القهاوي والشواهي والباركنات المتوفرة والحركة والحياة. شيء جميل. شيء جميل وفعالية جميلة مناسبة جميلة. الكوفيات داخل والمطاعم والسائر والياي. ادخل وطمش وشوف ابوي اللي بحياتك ما شفت. شوف عجايب الدنيا السبع. شوف عجايب الدنيا السبع. وبالنسبة للمدة لين تاريخ 7 من 12 الظهر لين نص الليل يوميا ابتدى امس لين تاريخ 5 في الشارج الحبيبة عاصمة الثقافة أيقونة المعارض المميزة. كل العروضات عندها موجودة. تخفيضات من فزعة وغير فزعة وحماة الوطن. كل العروضات عندهم والتخفيضات عندهم. ما تشد حدية عندهم وظهر مويم ولا زعلان. الأسعار اللي عندهم ترضي جميع شرائح الناس. في جميع شرائح المجتمع. ما تصير عند الشعيبي وتظهر زعلان ولا مويم. ولا حياك ما بمقضاي بأمر الله سبحانه وتعالى. أمور كلها سهالات. اللي تدور دبله اللي تدور عقد اللي تدور شبكة اللي تدور ذهب زين وخزينة اللي تدور علاط الأولية الصياغ الأولية دقات الحيول الأولية من استوى الذهب لين اليوم. كل حتى حيول بوبنكة عندهم. حيول بوبنكة مع حد جليل اللي عنده حيل بوبنكة موجود عندك يا سالم الشعيبي. الدقة الأولية والدقة الجديدة الميدان الأولي والميدان الجديد كلها موجودات. أقول لكم أنا ساعات تجيني البوست اللي أنزله هتي ردود أفعال. هتي ردود أفعال وايدة وقال وقيل ورمس وحوارات. مثلا أمس سويت نزلت بوست أنا هذا مالي أنا ويا فدوى. فمن ضمن التعليقات تعليقات وايدتي وإن شاء الله أني بحاول أنزل لكم بعض المحتوى عن التعليقات.
في معلومة الله يحفظكم للكل منكم الجميع لازم يعرفها، الكل منكم الجميع لازم يعرفها، ان المعلومة الزينة تمثل راعيها الزين، والكلمة الشينة تمثل راعيها الشين، والكلام ترى صفة المتكلم، وكل إناء بما فيه ينضح. هذا بوست مكتوب فيه شو سال فتن ويا رمي الحجاب، أبوي مطلوب منك أنت تغض النظر، ما بمطلوب منك أنك تحجبهن. وهذا البوست اللي عقبه، هذه يتحسبونها إسبانية، لا أبوي لا بإسبانية ولا عندها خبر، من الباطنة، من الباطنة ومن السيب بلادهم، أبوي سكر وحليب، هاي إسبانية شي غصة بالإسبانية، ما نيب لك كستمية تودي أجمل عن الإسبانية وأخير وعلم وخبر وبالي وزوع عسكر نظام. بعد الله يحفظكم واحد الله يبارك فيه، أولا رائد فضاء عربي مسلم الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نعم والنعم وسبعة نعم، إخواننا وحبايبنا وأمرانا وملوكنا ويسوون عيننا ومعيننا. الأمير سلطان بن سلمان الله يطول بعمره أول عربي يوصل للفضاء، ولدنا هزاع المنصوري أول عربي يزور محطة الفضاء الدولية، السعودي فخر لنا ولكم ولكل الخليج، والإماراتي فخر لنا ولكل الخليج. هذا شيء وهذا شيء آخر، وفي آخر شيء الفخر للعرب كلهم، كل هالعرب تفتخر في هالإنجاز سواء من السعودية أو من الإمارات، نحن كلنا نكمل بعض، والله يحافظها من دار ويحافظ إن شاء الله أمة محمد أجمعين. الله يحفظكم. واحد كاتب الطيور على أشكالها، ما يحتاج تكمل، تقع نعم تقع، لكن هل أنت حصلت حد أبوية يقع على شكلك؟ Thank you. واحد طيب خلو ما شاء الله ربي يحفظها ويوفقها، تستاهل كل خير. يعني شو بقولكم، أمر أمر أمر، شو بيطيح نصك كلمة طيبة لازم تحصل أثم، لازم المعاية ها كاتب كلمة طيبة حصل خير، حصل أجر، حصل شيء طيب، لازم تسب الواد مشان الذكر ولا أنثى. هذا كاتب لحظة ممكن عرف متألقة في الشو زين، ما شيء مشكلة يا أبوي، هذا أبوي رسالة تعليق كومنت وكتبت وقرينا، لكن هل أنت تعرف شو يعني كلمة متألقة؟ هذا اللي أنا في خاطري أعرفه. حد من الناس كاتب ما عندك مونة، وحد من العرب كاتب ما عندها مونة، وحد من العرب يمدح، وحد من العرب يذم، وحد من الناس يهدر، وحد من يعني الله يوفقها، وحد الله يجزيها خير، زين إن عمل إماراتي عماني مشترك، تعليقات شيء جميل وشيء واحد، شفت اللي يرزلك رمح في نص الحوي، هالنمونة شو لازم تسويت الحين حياتك كلها طيبة وعيال وقبيلي على عيننا وراسنا، الرمح هذا كجا مرحبا، ايش ساير دبي وش عنوتن عليه وشو هناك وشو السبب وش لجله وشو معنبي وشو عليه مضطروق السيرة، من يوم نحن يخال أبهاتنا ويدودنا قبل الطب وقبل العلاج وقبل المستشفيات وقبل الحداث وقبل التطور وقبل هالشيء اللي تشوفونه كله، يوجد شيء اسمه الحيامة. الحيام الأول في كل بيت، في كل فريج 4-5 تنفار يحيمون، الحين لا، الحيام الله يسلمك والأول ما حد معترف فيها الحيامة في الدول الأوروبية، الحين طالت عماركم لعيبة الكور يظهرون يدخلون النوادي مباشرة عقب ما يتحيمون بيومين لو ثلاثة، ليش وشو فايدة الحيامة وشو عليهم الطروق يتحيمون؟ هل هي الحيامة اقتصرت للرجل أو للرجل والمرأة؟ الحيامة الله يسلمكم موجودة من عشرات السنين، فلذلك الحيامة بارك الله فيكم إلها فوائد لا تعد ولا تحصى، أني أقدر أحصيلكم فوائد الحيامة ما حد يروم يحصاهن، ما حد يروم في الدنيا يحصى فوائد الحيامة، مذكورة في كل الكتب وكل تشريعات وكل القوانين وفي كل مكان، لدرجة أن في أوروبا حاليا ما يوجد شارع ولا فريج ولا مكان ولا محطة ولا حتى محطات القطار يسوون فيهم مراكز للحيامة، اللي ابتدوا فيه العرب والمسلمين من عشرات السنين بمئات السنين ابتدوا فيه العرب وخلاف خذوه الأجانب، فنحن حاليا سايرين
لمركز حجامه. مركز حجاز حجامه موجود في تنتية دبي دار الحي ومرخص من وزارة الصحة هم وأطبائهم. هنا طالت عماركم نحن جري بنوصل وبنجتمع ويا الدكاترة اللي حيمون ومسؤول المكان وبنخبركم عن البنت وبنت البنت. سعيد سلام عليكم. ما شاء الله عليك يا سعيد، ما شاء الله عليك. ليش جايين مركز؟ والله انت عن عمرك عشان الحجامه. منو بيجي؟ انا. ما شاء الله عليك. باري تحيه؟ لا والله. انت اليوم اتخذت قرار وايد زين. بترد ورا 20 سنه. عمري 20 بتردني ريوس؟ هي سنه لازم. لا اسمي محمد من الصعيد. مصر من الصعيد. من فيه؟ لا من مصر من الصعيد. من قنا أقدع ناس. بتعقنا دول حبايب وناس طيبين. الله يسلمك. الحين أهم شيء أنت سعيد أو أنا سعيد إني شوف شو اللي أو أول ما أنت سعيد. لا إحنا سعيد إلا بزيارتك لنا إلا أبو محمد. أنا أسألك شو اسمك؟ قلت لي سعيد. إلا محمد. اسمك محمد. اسم محمد. لكنك سعيد. لكني سعيد الحمد لله. الحمد لله. الله يجعل أيامك كلها سعادة وخير وبركة. سلمك. الله يسلمك. أقول لك هذا من؟ ده الدكتور أدهم المعلم تبعنا. والله؟ آه. ما شاء الله الدكتور العود. هذا الدكتور العود. وهاي الحرمة مني؟ دي الدكتورة إيناس. ما شاء الله عليها. ما شاء الله عليها. الله يبارك فيك. أنا اسمي خالد الخالدي. يا مرحب والنعم. والنعم. تعرف تعرفني قبل؟ آه طبعا. طبعا. أنا من قبلينك. والله؟ والله على الانستغرام. كيف تعرفني شيء أقول تفهمني زين؟ آه طبعا. الله أنت أكدع ناس. الله يسلمك. بارك الله. الله يسلمك ومحمد تسلم. دكتورة إيناس يوسف السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا في وين دكتورة؟ حضرتك مشرفنا في مركز الدليل للعلاج الطبيعي والحجامة. ما شاء الله. إحنا في المركز هنا أولاً بنرحب بيك وبوجودك معنا. بارك الله فيك. وأحب أعرفك وأعرف متابعينك بكل الأحداث بكل الحاجات الموجودة عندنا في المركز. نعم. نبدأ بإيه؟ اللي تشوفين دكتورة أنا أشوف هذا اللي أشوف تعملي شوي هذا اللي حين أنا أصوره. هذا شو؟ ده المنتجات الموجودة عندنا بعض من المنتجات اللي عندنا. نعم. أول حاجة في الخبانة. الخبانة دي مشهورة كتير جدا. الخبانة غير عن الحيامة؟ خير. الخبانة بتتعمل بالنار. موصلي بالنار بس ممكن تتعمل بالمكابس العادية. وكمان الأصل فيها ان هي بتعالج في يعني الموست كومن بتاعها الاكثر شيوعا ان هي بتعالج حاجات تبع الهرمونات. نعم. او الحاجات الموجوده الامراض وال المفاصل. أيوة. تنفع فيها الخبانه. أيوة. الخبانه غير عن الحيامه. غير الخبانه ما بتطلع منها الدم. لكن بس بتحط اكواب هوائيه فقط من غير دم. ما شاء الله توكل على الله. في بعد كده اللي هو نحن وين بنروح الحين؟ احنا الحين حندخل ان شاء الله المركز جوه. المركز عباره عن شو دكتوره؟ كم غرفه حيامه عندكم وكم دكتور؟ وهل الحيامه فقط للنساء والرجال؟ طيب بس شوي علي. يلا توكل على الله. اول حاجه المركز هو 11 غرفه للحجامه. نعم. وبرده خدمات اخرى. الحجامه طبعا اهم حاجه فيها انها بتنفع للرجال وللنساء. نعم. وبصفه خاصه للنساء لان عندهم دايما مشاكل هرمونيه كتير. نعم. الحجامه هي الحاجه الوحيده اللي ربنا الحمد لله خلقها لنا بتعمل بتودي بتظبط كل الهرمونات للفسيولوجي. نعم. يعني انت الفسيولوجي يعني ان هو يوصل للطبيعي المعدل الطبيعي بتاع الهرمونات بالنسبه للحرمه. يعني معناها ان لو انا باخد ادويه ماشي اكمل ادويه بتاعتي بس الحجامه بتبوست او بتزود الاكشن بتاع الدواء وتخلي الجسم يتقبل الدواء اسرع وباقل خسائر على الجسم. ايوه. بعد كده في عندنا اهم حاجه في الخبانه. الخبانه برضو بتنفع كتير قوي الحالات اللي انا قلت لحضرتك عليها الالام بتاعه المفاصل والام الظهر. اللي هي اكياس الهواء. ايوه اكياس الهواء كبايات الهواء اكواب الهواء اكواب الهواء. السلام عليكم. هلا. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا فيك. ما عليك عاد لازم تتجهز عاده قبل التصوير. لا اهلا وسهلا. يعني احلى شيء على قافله. دكتور كيف حالك؟ هلا فيك. شرفتنا. محمد من سوريا. ما شاء الله. عرفت دكتور شو عند حيامه؟
الحجامة عندنا نوعين، في حجامة علاجية وحجامة وقائية. طبعا الحجامة الوقائية هي الناس بتخبرها اللي عنده الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يسووها الناس لتتنشط لتنشيط الدورة الدموية، تحريك الدورة الدموية، الناس اللي عندهم خمول يعني رفرش للجسم. الحجامة العلاجية إذا في عندنا أي مشكلة مرضية ممكن نوجه مكان معين يعني لما أماكن غير الحجامة الوقائية. طبعا إضافة لحجامة الرسول صلى الله عليه وسلم ما بنستغني عنها، هي الأساس، بنضيف كبات ثانية حسب نوع المرض. حسب نوع الإصابة، حسب نوع المرض الإصابة، إذا شد عضلي إله كبات، إذا سكري إله كبات، إذا ضغط إله، يعني حسب هالمرض نحن بنتوجه بالحجامة. هل فيه دكتورات الدكاترة النسائية؟ أكيد، في عندي ثلاث دكتورات سيد، في دكتور النسائيات صح؟ في عندي ثلاث دكتورات سيدات موجودين وجاهزين على طول، وفي الذكور في عندي دكاترة وكله مرخص من هيئة الصحة بدبي. بارك الله. في نقدر تراوين وين غرفة الحجامة؟ تفضل تفضل محمد. طبعا انت مو مثل ما شايف ورانا هذا الامتداد كله غرف حجام، تقريبا عندنا شيء 8 غرف، وهون راح نفوت على غرفة من الغرف. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ هلا دكتور، اخبارك؟ الله يسلمك. هذا عباره عن شو الحين؟ هذا نحن حاطين له كبات الحجامه، الحين راح نشرطه. طبعا بشكل بسيط مسرع، هو عنده سكري من النمط الاول، في ان حطينا كبين اضافيين لغده البنكرياس. نعم تمام، لتنشيط غده البنكرياس لعلاج السكري. في عندنا هذول ثلاث كبات بنحطه للمشاكل الجنسيه، للضعف الجنسي، الخمول، هذول تنشيط الجسم بشكل عام. كمان التدخين في له كبات، فانت عم تحكي كمساعده للطب الحديث اللي هو الطب. فاحنا اذا عندنا سكري نحن ما بنستغني، ما في بديل عنه، ما في بديل ابدا. انا طبيب، انا طبيب يعني مرخص في الصحه كطبيب. بس الحجامه مساعده للطب. يعني ممكن ومحفز للادويه، ومحفز للادويه، تنشيط للعلاج، علاج تكميلي، علاج تكميلي. هلا طبعا الدكتوره شادن، الدكتوره مرخصه عندنا من هيئه الصحه للستات والرجال، طبعا للكل. ما فيش اي مشكله. تشريط سطحي، في اي الم؟ لا تمام تمام، امور 100 100 اكيد. حي انت؟ صحيح صحيح. حاليا عم بتشرط، شوف تشريط. ما في الم في التشريط؟ لا لا نهائي. لا والله؟ لا والله، سبحان الله. برجع بعيد بأكد عليك انه الحجامة هي علاج تكميلي، يعني اي حدا عنده اي مشكلة يجي يعرضها. ما في مشاكل انه الخوف انه الحجامة بتفيدني او ما بتفيدني، لا. طبعا انا طبيب مرخص، بقعد معه بسأله، بسألني اي شيء، نحن جاهزين للأسئلة. والحجامة ان شاء الله ما فيها اي ألم، ما فيها اي مشاكل، ما فيها اي علامة على الجلد. ما يسوي علامات؟ لا ما في. يومين ثلاثة ان شاء الله العلامات كلها بتختفي. سبحان الله. طبعا في عندي مريض اجى كان سكره 370، نظام وضبنا على نظام حجامه لمده 6 مرات متواليه خلال شهرين. الحمد لله السكر حاليا مضبوط على 140 150، طبعا اضافه للادويه الميتفورمين، الجلوكوفاج اللي عم ياخذه. بس قبل كان على الجلوكوفاج يوصل 370، الحين بصحى الصبح 120 سكره، تبارك الرحمن، 100 اموره. كورس علاج حجامه كانت امور 100. الدكتور الوقائي كل كم؟ الوقائي يفضل كل 3 شهور مره. كل 3 شهور الحجامه مره. طبعا الوقائي مو الناس اللي متخيلته الوقائي من انه هيك وقائي، انه وقائي من الامراض، لا. الناس اللي كبرت بالعمر، عمره 50، انا مشان ما اوصل لعمر 60 وكون مصاب بالضغط والسكري، لا مشي، انا بوصل لعمر 60 ما عندي اي مشكله. كله تمام. لكن الشباب ما يتحيمون يعني؟ الشباب ممتاز بالنسبه لهم. ما في شاب ما عنده الام ظهر، ما في شاب ما عنده، واللي ما عنده الام ما يقدر يتحجم. لا يقدر يتحجم، يسويها لتنشيط رفع القدره الجنسيه، كثير مهم، خصوصي ان هون كثير مهم الموضوع. ايوه لانه جدا الحجامه، شوف الكبات هذول الثلاثه اللي تحت. نعم فيري افكتيف الموضوع، سبحان الله. يعني هاي خاصات طبعا هاي النقاط مشتركه بين الام اسفل الظهر والديسك اللي عندهم، وفي النقطه الاخيره كثير افكتيف الموضوع. شو هو الموضوع؟ موضوع القدره الجنسيه. سبحان الله. عند الرجال والسيدات، السيدات بنحط نقاط للموبايل. ما شاء الله، ها كل دراسه دكتور؟ دراسه الدكتوره طبعا دارسه سنين بالموضوع. ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظها. طيب خلصت، ما اخذت معنا خلال السناب يعني شوي وكانوا خالصين. زي وحين هذا دم الاسود اللي طلع شو؟ الحين هلا بنصبر عليه تقريبا لتعبي الكاسات، لنخلص الدم، ممكن نبدل مره مرتين اذا تعبوا الكاسات. والله ما في مشكله. المريض بياكل وقته. التعقيم فيك تشوف تعقيم 100 100، ما في الكب، استعمال مره واحده وبس. خلصنا بنشيله قدامك ونكبه. طبعا لما نفتح الويست يبلش نيرس يشيل الكبات. طبعا خلصت الدكتوره، مثل ما بنشوف استعمال واحد، رح يشيل الكب كبه. اي مريض فيه يتاكد من هالموضوع، نحن معه. شايف كثير
مدخن قديه بتدخن باليوم؟ ثلاثة علب بس يا حرام. قرب الله ها كل من الجقارة. شوف فينا نشوف العلامة بعد الحجام بشكل مباشر. شوف ابدا هاي هلا سبحان الله لسه يومين ان شاء الله بتختفي بشكل تام. الحين شلوا ثلاث هاو كثر الدواخة اللي فيه دواخة اللي يدوخ زقاير يطلع دم أسود يعني باكيتات واليوم ما شاء الله عنه بعد ما شاء الله استغفر طبعا هو مواظب عن الحجامة كل شهر والله كل شهر لينظف الجسم هدول اللي ضفناهم الكبات قلت لك حق الأنسولين بس ما استغنى عن الدواء بس خففنا كثير من الأعراض نزل الحين عم بنعقم بفيدون طبعا طبي مثل الايدين يعني بفيدون طبي البيفيدون يعني هو الايدين دكتور ايوه اليودين اليودين ايوه نحن لو نسميه ايدين ما يخلو بيت من الايدين والديتول دكتور تعرف لا 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 ادري 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 الديتول تعرف شو اسمه الاول لا يرح السيف والله اي والله يسمونه جرح طبعا كمان نحط بس بلاستر معقم استخدام شوف للمريض بشكل مباشر هاي اللزقة لمدة كم دكتور؟ هاي خلال 12-24 ساعة من يعقها وخلاص مرة ثانية لا خلاص هاي العلامة شوف العلامات أبدا ما في إن شاء الله يومين آه شو اسمك أنت؟ حسام حسام أنت حي؟ لا صاحي ما علي لين تنشو تيرس بنشوف نحن بنعرف كانك صاحي ولا مخدع ضروري في الأمور الخاصة اللي مثل هذه هاي أمور لو تشوفونها عادي هاي أمور مش عادية لكم ضروري ما أسير إلا عند العيادة المرخصة والدكتور اللي هو يزاول المهنة بترخيص من الدولة اللي أنا يالس مثل أتعالج وعالج في دولة الإمارات آخذ ترخيصي من دولة الإمارات لازم من نفس البلد اللي أنت فيها فلذلك الحمد لله أنا ما بعرف خبوز لين أشوف أي لس يلسوه يلسوه بسم الله ما شاء الله عليك يا حسام ما شاء الله عليك قول لا إله طار الشر طار الشر يا حسام طار الشر بسم الله عليك الرحمن الرحيم أقدع ناس أقدع ناس ما شاء الله عليك يا حسام بارك الله فيك بسم الله عليك دكتور. بعد المرة الثالثة هذا يترامى دكتور يترامى لا يعني بعد الحجامة الله يعافيك إن شاء الله دكتور ليش الحين تعطوني ما؟ طبعا لنعوض له شوي الكميه الدم اللي فقدها نحن بنضيف كمان لازم ياخذ عصير تمر بس بالنسبه له كونه عنده شويه سكري بدنا نبعد عن هالشغلات الا اذا نزل السكر طبعا نحن متاكدين قبل الحجامه انه من فحوصاته بشكل تام لانه عندنا فحوصات الضغط والسكري في عندنا جهاز بفحص الجسم بشكل عام مده دقيقه واحده بمسكها المريض بنشوف اهم شيء الفيتامينات بالجسم البروتينات الكبد وهذا فحص فري حتى اللي مو حاب يسوي حجامه يجي يتفضل ويسويه ويقعد معي ويقرأ له الفحص وبحكي له شوف عنده مشاكل بارك الله فيك دكتور بارك الله فيك ثلاث قوات سجارة تدوخ؟ لا تمام مش دايخ مش دايخ دواخة بتدخن اه بدخن كتير ليه طعم ليه بس الحمد لله يا راجل والغير كلام ده لا هبطل منين من مصر؟ مدينة مصر أقدع ناس يا شكرا دكتور هذا شو بلا مغطوه حيلة؟ هو البيش الدوت جاي عنده عصبة عصبة عشان مرة دكتور شو اسمها؟ عصبة لا عصبة ايه انزين علشان الحمد لله ربنا يكمل شفاءه على خير الاول بنعمل له تحفيز لفاوي دوت بيتعمل بالاكواب السيليكون المساج ده وبعدين يعمل حجامة فدوت بيخلي بنتأكد ان شاء الله ان هو 100% بيكون خلص ان شاء الله شافية من العصبة يعني يكون وانتوا عادة العصبة أكثر عن جلسة صح؟ أيوه عادة بس عادة. على حسب قوة العصب هي يعني لكن العصبة بسيطة يطلع الحمد لله من أول يعني الحيام تساعد على فك العصبة طبعاً إن شاء الله بارك الله فيك يا دكتور شو بعد دكتورة غير هذا تسوون حق في كمان بنزود بنعمل نيتروجين علاج بالنيتروجين هي الحوارين حالتك دلوقتي بس أهم حاجة بس نخلص دوت ده السيليكون كبس وبعدين إن شاء الله بعد ما يخلص هذا تودونه غرفة النيتروجين أيوة. غرفة النيتروجين عبارة عن شو؟
دكتور محمد يقول لك بقى ايه الفرنجي. شو الدكتور طبعا جهاز اسمه جهاز الكرايو اللي هو بيعالج تقنية النيتروجين، بيوجه تيار بارد جدا حوالي الجسم ناقص 160 درجة. نعم تخيل ناقص 160 حوالي الجسم. هذا الشيء بده يخلي العضلات، الجلد، اعضاء الجسم تطلع كل الباور اللي موجود جواتها، الطاقة العالية مشان تحمي حالها من البرودة. فهذا يؤدي الى تخفيف الضغط اللي جوات العضله، تخفيف المشاكل الموجوده. اي يعني اللي هي ما بيو يلاق وقال تسوي لي جامع، لا يخضع اول شيء أيوة للتبريد. يعني هو فعليا علاج. احنا عم نحكي عن علاج. هو اجا حكى انا عندي عصبه، طيب شو بدكم تعالجوني؟ نحن اعطيناه نصيحه طبيه، نفوت اول شيء نسوي الليمفاتيك درينج. الليمفاتيك درينج بيؤدي لتخفيف الضغط الموجود جوات العضله. طبعا العصبه اللي عنده درجه اولى بسيطه، بعدين بنفوت على جهاز النيتروجين، راح النيتروجين راح تخف المشاكل كثير. اخر شيء بنفوت على الحجامه، بنحط كبات الحجامه، كبات السنه، الحجامه العامه، اضافه لبعض الكبات موجهه للمشكلة. شكرا دكتور. الحين راح نفوت على جهاز النيتروجين. شوف 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 ما شاء الله، يلا بسم الله. شو حقه هذا الحين دكتور؟ عنده شوية عصبة. هذا شو بيسوي الحين؟ طيب هذا الجهاز، هذا الجهاز راح يعطي نيتروجين بارد، درجة حرارته ناقص 140 حوالي جسم المريض. هذا الشيء بيسرع الدورة الدموية، يخفف الآلام العضلية. كل الناس اللي عندهم مشاكل أرق، تعب، مشاكل بالنوم، قلق، توتر، شدة نفسية، آلام عضلية، هذا ما قبل، هذا ما قبل الحجامة. وخياري يعني خياري أكيد. طبعا هو بيجلس معي استشارة ونقرر لكن الأحسن هذا صح؟ الأحسن لك يطلع من عندنا متعافي بإذن الله. حصان 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 يطلع. هاي جا سوى الحجامة وطلع نص متعافي. لا لازم يكون متعافي 100% إن شاء الله. حتى طول. مركز الدليل الطبي مش بس حيامة وخبانة، لا عندهم أشياء وايدة. فلفت انتباهي أجهزة كم أكثرها. السلام عليكم. شو هالكثرة هاي؟ بشكل سريع نعرض لك، في عندنا قسم تنزيل الوزن، أجهزة حديثة، طبعا هاي جزء من الأجهزة، في باقي الأجهزة مع المرضى. جهاز الليزر اللي بينزل كل جلسة من جلساته 1 كيلو، جهاز الباور شيب، أحدث جهاز بالعالم لنحت الجسم، إزالة الترهلات اللي بتنتج عن فقد الوزن. طبعا تنزيل الوزن عندنا مع جارنتي. بيجي المريض انا بقول له بدك تنزل 7 كيلو، جارنتي على نزول 7 كيلو ابدا. والاسعار خاصه جدا جدا لمتابعينك، ما في اي. كيف دكتور ينزل 7 كيلو؟ نحن طبعا البروجرام على هالاجهزه ترتيبهم بحيث ينزل الوزن اللي هو رايده والمنطقه اللي هو رايدها. وفتره كم هذا؟ الفتره تتراوح، يعني انا تقريبا بياكل معي 7 كيلو مده شهر لشهر 10 ايام. مع الالتزام بالتغذية، مع الالتزام بالمراجعات للحياة. والتغذية، والتغذية مش برنامج صعب، التزام بسيط. نعم. طبعا مش يطلع من عندي على محل المندي، ما يمشي الحال. يعني بده شوي يكون سمعتوا هي. وهالأجهزة مع جارنتي لازم ينزل بالوزن. وعندي كثير حالات، واي حدا حابب يجي يشوف فايلات المرضى، انا ما بصور مرضى، يشوف فايلات المرضى فرجي، وبسحب له على التعيين فايلات ونشوف. شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا دكتور. ما عندكم ارقام كروت شيء؟ انا على فكره انا صورت من ساعه وانا جاي اليافطه اللي تحت البوست هذا، في رقمين بس راح نضيف عليهم. جزاك الله شيء. في انستغرام عندكم حساب؟ وعندنا بالانستغرام وبالتويتر وبالسناب. اقواكم ما اقول عنك شيء. شكرا. على سي هلا بصورك. مرحبتين. كيف حالك؟ خير نعمه طال حالك. ربي يعافيك. نعيم ولا الحمد. ليش جاي؟ جاي اساس هالبرنامج. تعال خبرني شو اللي سويت من هالبرنامج الطيب؟ لا الله طال عمرك الحية كلها عند الدكتور محمد. زين شو كان عندك انت؟ شو كانت؟ كان عندي وزن زايد. اها وحينة. والحين سوالي نظام هالعشر جلسات. نعم. اي نعم. شوف شيء تطور؟ اي نعم. كم نزلت؟ والله بعدي الا من يومين بعدي تقريبا. تحاسب عمرك شيء؟ اي نعم عن ابوي. خشمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا. تعال انت شو اسمك؟ عمر صار من الكعبي. والله منطقة مزيرع. ما شاء الله سلم على مزيرع كلهم. طيب على هلا. الله لك عيونك. رد سلام على فالك طيب. على كل من عزيز. فالك طيب يا طويل. الله يحييك. والله يا ابوكم يا الاول ينهى معاناه يوم بتصير من ابو ظبي لين دبي. لا وبعد الوقت اللي خطف حد يقيل سيح شعيب ولا يوم بيوصل جريب السمحه
قيلة ولا ارتاحة ولا كان عندهم قهوة ويلزوا وتقهوة يرتاحون نص الدرب. أنا روحي عن عمري لحقت عيال عيال قار ما بكتش الطريق قار ما ثبت العقل وقار يعني ما بنه شيء متعب. لكن ما أدري شو السبب إن ليش الأول لادبي يوم يصير ولا أني من دبي من ساير جاي ليش نرتاح في سهش عيب لازم نعذر على حياة أبوي والله نجلس في الكانتين اللي فيه سهش عيب البقالة ونجلس ونطلب بيبسي ونجلس نرتاح من ساعة ساعة وحد يصير شرق وحد يصير غرب وخلاف نركب السيارة ونرد بضبي ناهيك عادة عن يوم بتنزل رطوبة أصفطة المواتر كلها الحمد لله الحين حطوا الإنارة هاي اللي تشوفونها الإنارة الصفرة تعكس تعكس تخفف من وجود الرطوبة تخفف من وجود الرطوبة تغدي المنظور الأفقي ما شاء الله يعني واضح ولا الأول ما يعني عثرة الناس الأول متعثرة بخبركم لك الحمد لله رب العالمين الأمور تساهيل والأمور سهالات الأمور طيبة وكل شيء سلس وكل شيء يمشي بانسيابية حاليا الحمد لله رب العالمين اللي الله غير من حال إلى حال. تعالوا انتوا ترى خمسيتوا تاريخ 3/4 الخميس والجمعة مسرحية الليلة زفته مالت قوم البلام هاي ضروري ان الناس تحضرها مسرحية جميلة فكاهية هادفة يعيك الناس من دار لينديرة وعلى مسرح اعتبر مسرح مميز ويسدنا في العاصمة الحبيبة. ترى ما بلازم تكون انتظاري تصير مسرحيات ترى التجربة مش غلط انك انت تجرب شيء جديد تودي امك تودي خالك تودي عمك تودي ام عيالك تودي تصير بعيالك يعني ترى مش غلط يعني مش غلط هاي فكرة وايد جميلة وايد زينة مش حكر بس على دول بلاد الشام وهالمصريين وشرق وغرب لا نحن هم نحن من الأساس نحن هل بالسيرات والجيات نحن هل بالكشتات نحن هل بالمعاني نحن هل بالأصول نحن هل بالسير والجية من الله خلقنا هب من يوم كان سبحان الله هل العياز حين اللادمي يغدي هيز وعياز ولا البارض لأن من كثرة الأشغال اللهم لك الحمد لكن هذا ما يمنع عندك أنت تكسر الروتين هذا وتصير مسرح تصير سينما تصير مزرعة تصير بر تصير بحر فعاليات وايدة في بلادنا تبارك الرحمن تصير مول تصير كوفي قهوة اللي هو لكن يلس صبح ومساء في البيوت هاي روح هتيب اللي هت لكن غاوي لادمي بين فترة والثانية أنا ما أقول تعرعير زين الصبح 24 ساعة لكن لادمي لابد أنه يكسر الروتين يغير جو شوية يظهر يفر بالروح العزيزة. مسرحية ليلة زفته في أبوظبي على مسرح أبوظبي الوطني للحجز ارفع الشاشة فوق. حياكم الله جمهورنا الكريم على مسرح أبوظبي الوطني مسرحية ليلة زفته للحجز والاستفسار رفعوا الشاشة فوق. فرش حيل انزين البشارة أبوي حزاع المنصوري باكر بيين كوكب الأرض يا أبوي من الفضاء إلى كوكب الأرض ما كده استوت هذا شيء جديد فلذلك سينمات الدولة كلها بتبث بث مباشر عودة رائد الفضاء الإماراتي هزاع منصوري إلى كوكب الأرض كوكب الأم فلذلك أبوي اللي يبقى عندكم هذا الرابط على ما تشوفونه دقوا الرابط وتقرون الخبر كامل من مثل ما قالوا المصريين من طقطق إلى سلام عليكم. حق خالد خالدي أبو محمد شوف هذا الرطب ها ثامر البلاد كلها نخل من سني في إيطاليا أنا مستغرب شو السالفة. أخو وصاحب وصديق وبن عم ومن الجماعة ولد سلطان الصغير البلوشي رجل أعمال موجود ضمن نطاق سوق العمل متواجد ما بيديد على السوق
متواجد أكثر من 15 لو 17 سنة. بداياته كانت من التسعينات، ما شاء الله عليه أثبت وجوده بكل قوة. سلطان الصغير البلوشي ابتكر وظيفة جديدة، وظيفة مستحدثة ما كانت موجودة، توفر 30,000 فرصة عمل. 30,000 مش 300 ولا 3,000، 30,000 فرصة عمل. مهنة المنسق الحكومي، الدعم الاجتماعي موجود من استوى الاتحاد، لكن المتميز هذا بويا بعد جهد وتعب ودراسة مسوينها سلطان الصغير البلوشي للارتقاء، لجعل الشغلة هاي تكون مميزة. هو بارك الله فيكم سلطان الصغير البلوشي رجل أعمال ومتواجد ضمن سوق العمل، فلذلك يعرف شو متطلبات الحياة، شو اللادمي يحتاج، شو الشخص يبقى منكم وفيكم سلطان الصغير البلوشي. فالمسارعة في دعمه والوقوف في جانبه والدعاء له إن الله يسر أموره ويوفجه، نعم هذا شيء بيكون مردوده وايد كبير لشريحة كبيرة من المواطنين. بارك الله فيه ويا الله يسر أموره. معلوم زين، لكن أبوي تلحلحن الكل منكم والجميع تحركوا، شل أبوي أثبات شخصيتك وسر أبوي يدعم، سر صوت، ترى اليلسة في البيت قوت يغير خراب بيوت، اليلسة في البيت قوت وخراب بيوت. لازم أبوي لحركة منك والبركة من رب العالمين، هذا أبوي ولدنا منا وفينا، ونحن أبوي ندعي له إن الله يسر أموره وحفظه هو وباقي المرشحين. ما كان اللي خاطر يلجم، لكن شو أسوي؟ شو أسوي؟ أو البارح ما جيت، وإذا تميت إلا يوم أي يوم ماي يوم أي يوم ماي هروح معنا، أقول كان في خاطري والله صور مكان الحريم، لكن ما بيكون شيء فرصة لأن دومه ممزور. خاطري إن شاء الله ما يكون حد. على فكرة الجيم يسكر الساعة 11 في الليل، عندي ساعة يعني كم حين يوحي لي إن شاء الله بيوحي. بشيركم هدوء 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 فوق ما تتخيلوا. بس صورة؟ هي صورة شيز عادة. مرحبا استاذ محمد، كيف الحال؟ فيديو ولا؟ والله اللي تشوف شوف الله يحافظك. اقول لك شو اخبار الكابتن وياك؟ هاي كابتن شو اخباره؟ والله الحمد لله. فنان ولا؟ ما عليك. شو رايك في الجبانة؟ تحس كانه مالك موحد من كثر الاناسة. ترى على فكرة شباب الجيم وايد عامل جميل، اذا تدخل تشوفه نظيف، ريحته فنانة، ما في ريحة اصنان ووهف وريحة الحلى والاجهزة اطراف فحليانة، ترى عامل جميل واحساس فنان انك انت تدخل جيم تلقط الناس اللي فيه. انظاف المكان، فخم المكان، ما تلقط شيء طايح في الارض، تلقط ما فيها كالصريخ والبغيم، ترى عامل جميل وجاذب للتمرين، يعطيك حيوية وطاقة انك تتمرن اذا ان الجيم يكون راقي وتوزيع اماكن الاجهزة كل شيء مرتب وكل شيء فنان، تحس عمرك عندك طاقة وحيوية تبي تتمرن بأي طريقة. ما يعطي ترى بشيء من الجمات تدخله خاطرك متى بتمرن متى بخلص، مكان روحي يجيب اليهد. لكن الجيم هذا اللي أنا فيه شو ما شاء الله أجهزته من أرقى وأجمل ما يكون وعلى أعلى المستويات، تقسيم وأماكن الإنارة والأصوات والمكيفات شيء جميل، تكنولوجيا عامل أساسي عندهم في الجيم هذا اللي أنا فيه. إنرجي بلس يختلف عن كل الجيمات اللي موجودة في البلاد، حجم ونوعية الأجهزة تختلف. الحمد لله بارو ما صور أخذ راحتي، فأنا على طول مثل ما قلت لكم أي شيء جميل أحب الناس كلها تشوفه وأفضل أنها تشترك فيه. ليش؟ لأنه عامل الرياضة شيء جميل، يعطيك صحة وحيوية ونشاط، لكن أنك تلقط جيم بهالترتيب وبهالجمال وبهالأجهزة وبهالأبهة هذا عادة
من النوادر. أنا عاد كنت أتمنى أقدر أصور القسم النسائي، لكن إن شاء الله بأي يوم بقدر أصور. قالوا لي شيء حريم داخل البنات، ممنوع إني حتى أخذت هناك. قلنا لهم شكرا. المشكلة نسيت أسأل الرياسي، أقول لك لو سمحت. ما خبرت أنت منو؟ المرة سعيدة والله. والله مليون مرة. المر شو رأيك في الجيم؟ والله شوف عينك. أنا شوف يعني عايب إنك. أكيد. عايب إنك وايد له شوية. الله يحفظك حبيبي. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعاً. تمر الإمارات العربية المتحدة هذه الأيام بعرس وطني كبير، اللي هو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. وبحكم أن السعودي إماراتي والإماراتي سعودي، أبتكلم في هالنقطة. وبحكم برضه أني كنت قبل كم يوم في الإمارات وتوني جاي، طبعا هالانتخابات تبين لنا أن القيادة والشعب في الإمارات على قلب واحد. كل التوفيق للمرشحين جميعا إن شاء الله، بس أنا بتكلم عن مرشح واحد اليوم اللي هو سلطان بن صغير البلوشي. لأن مواطنين الدولة يستحقون الكبار المواطنين وحتى أصحاب الهمم والمطلقات والأرامل الدعم هذا، بما سوف يساعدهم في عملية يعني الأمور المعيشية. اطلعت على ما يقدمه سلطان بن صغير. سلطان بن صغير رجل استثماري من الدرجة الأولى، محب للإبداع والابتكارات وخلق الفرص الوظيفية، كذلك داعم للمتقاعدين وذوي الدخل المحدود في دولة الإمارات الشقيقة. نفكر فيك بس بطريقة دعم حكومي مميز. فالدعم هذا بيكون عبارة عن أنك تحصل إلى خصومات من حيث الجهات الحكومية، زايد عندك مشتريات والتزامات منزلية. نعم. عندك عائلة. أكيد. العائلة هذه أيضا لازم أنت عليك بعد تحصل على دعم في المشتريات هاي، تصل إلى 50%. رجل محب لوطنه بمعنى الكلمة، ويكفي أنه استهدف ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين لتحسين وضعهم المالي. رقم التصويت سلطان بن صغير البلوشي هو 152. بالتوفيق إن شاء الله لأخونا سلطان بن صغير البلوشي وإلى جميع المرشحين، وكل عام والإمارات من ازدهار لازدهار. مرحبا يا ابو محمد، ايش حالك؟ عساك طيب. نرقبك في دلمة لباكتينا، ومن العام موصلنا انك بتي وبتحضر، ولكن ميت الوي هذا بتذكره شايفنا في البحر بغشة. ونترياك بقرب فرصة يا ابو محمد، وبتنورنا ان شاء الله.